ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ الفيديو، تنسوش لايك واشتراك بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ازيكم يا اجمل فانز، وحشتوني جدا. فيديو اليوم معانا معلومات وحقائق جديدة عن عائلة الجمل. هنعرف فيه حقيقة تحضيرات السندريلا غزل ويزن لسبوع بيبي أصالة، وكمان هنشوف بيبي حياة عملت ايه في بيبي أصالة، واخيرا هنشوف ايه اللي حصل للأميرة فيروز وازاي فقدت النطق في لعبة بيت الرعب وما كانتش بترد على مستر احمد. فيديو النهاردة حلو جدا، بس كملوه. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك وشوفوه للنهاية لو بتحبوا عائلة الجمل. يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بالأميرة فيروز. والحقيقة ظهرت اليوم الأميرة فيروز وهي خارجة من لعبة بيت الرعب، وكانت حاطة ايدها على قلبها ومش بتتكلم. هي كانت خايفة جدا ومخضوضة، ودي كانت من كواليس فيلم عند برنس مصر، وشوفنا الجزء الاول منها في فيديو عندهم، لكن ما شفناش ايه اللي حصل في بيت الرعب، والنهارده شفناه مع الاميره فيروز وكمان مكه. ودلوقتي تعالوا نشوف بيبي حياه عملت ايه مع اصاله. والحقيقه مستر احمد وجورجو النهارده كانوا بيشتروا لبس البيبي حياه وفيروز، وكانت معاهم بيبي اصاله. مستر احمد بدا الفلوج بالعناد، ايوه العناد اللي قلنا عليه الفيديو اللي فات، وهو بيعند في اللي بيدعو على بيبي حياة، لأنه بدأ الفلوج بحياة وسألها: حياة مكة حلوة ولا وحشة؟ حياة قالت له: لأ وحشة. أحمد قال لها: لأ يا حياة مكة جميلة. حياة قالت له: لأ برضو وحشة. وهنا شفنا الأميرة فيروز كانت عاوزة لبس بدوي، بس جلجل قالت لها لأ. ظهرت هنا بقى القمر بتاعنا بيبي أصالة، وكانت رايحة في النوم، ومستر أحمد قال لها: بصي يا أصالة إخواتك بيجيبوا لبس وانتي نايمة. وللعلم الفلوج ده ليه جزء تاني وهيعرضه مستر أحمد الأيام الجاية. ودلوقتي وأخيرا تعالوا نشوف تحضيرات السندريلا غزل واللي مستنيينها بقالنا كتير. سندريلا غزل ويزن كانوا بيحضروا لسبوع بيبي أصالة، وآية كانت بتجيب لهم اللبس. الحقيقة آية شاركتنا بفلوج أخيرا بعد غياب، وكانت في مدرسة غزل في تدريب السباحة بتاعها، وبدأت الفلوج بيزن وتيتو وكانوا بيلعبوا في ملعب المدرسة. وهنا شفنا عبدالله زوج آية بس في ظهره، وكان بيتفرج على سندريلا غزل وهي في تدريب السباحة. آية كانت عاوزة تصور لنا غزل وهي بتتدرب السباحة، بس ما كانتش عارفة بسبب الإزاز اللي كان محطوط. وبعد ما غزل خلصت التمرين راحوا على طول على مطعم ماكدونالدز عشان يتغدوا فيه. وعرفنا هنا ان غزل بنوتة جميلة وكمان طيبة قوي. غزل كانت بتعمل خير وقالت لآية: انا عاوزة 10 جنيه عشان تحطها في المكنة والناس المحتاجة تاخدها زي صندوق صدقة كده، لكن هنا آية اديتها 20 بدل 10. غزولة هنا كانت فرحانة قوي. المهم بعد ما اتغدوا راحوا عشان يجيبوا لبس اسبوع بيبي أصالة اللي هيكون قريبا جدا ان شاء الله. وبعد ما لفوا كتير اخيرا السندريلا غزل وآية استقروا على الطقم ده، وبجد آية ذوقها حلو جدا والطقم كان جميل ورقيق قوي. وغزل كانت ما شاء الله عليها عسولة بالطقم ده. وهنا آية اختارت طقم للامير يزن. واخر كلمة لينا، احنا منتظرين سبوع بيبي أصالة، ربنا يشفيها وتبقى كويسة. وكده وصلنا لاخر الفيديو، بس ما انتهاش. وسؤال الفانز الفيديو اليوم هو: ظهر اسم الأميرة فيروز في الدقيقة الكام؟ شوفوا الفيديو للآخر عشان تعرفوا تحلوا السؤال، وكملوا الفيديو معانا عشان هنعرض أسماء الفائزين في تحدي سؤال الفانز الفيديو اللي فات. وبنتمنى تدعمونا وتشتركوا بالقناة، وعاوزين نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، وانتوا قدها يا أجمل جيش. وهنا وصلنا للنهاية، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي، بحبكم جدا، مع السلامة.